فعيسى عليه السلام لم يأمرهم بعبادته، بل أمرهم بعبادة الله عز وجل. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وإن الله ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فعيسى ما دعا الناس إلى عبادة نفسه، بل أنكر هذا. إنما الذين يدعون الناس إلى أن يعبدوهم هم الذين يكونون في النار مع من عبدهم، الذين يدعون الناس إلى أن يعبدوهم. أما عيسى وعزير وغيرهم من الأنبياء فإنهم ينكرون هذا في حياتهم، ولما ماتوا فعلوا هذا بعد موتهم. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فالأنبياء والرسل والصالحون لا يأمرون الناس أن يعبدوهم، ومن يقل منهم إني إله من دونه ذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ما كان لنبي أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، نزه الله الأنبياء عن هذا الكلام. فعيسى ما قال لهم اعبدوني، وإنما هم عبدوه بعد موته، فلا لوم عليه عليه الصلاة والسلام. ورد الله عليهم بقوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى ومنهم عيسى عليه السلام أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. وقال في زخرف ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، قالوا إذا كان إن الآلهة في النار فعيسى معهم لأنه معبود من دون الله، يريدون أن يردوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، إن هو إلا عبد يعني عيسى عليه السلام أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. الله رد عليهم في موضعين، في سورة الأنبياء وفي سورة الزخرف. وهكذا القرآن يرد على أهل الباطل ويفند شبهاتهم ولله الحمد.